برضو يعني الله العليم من الشيخ يتكلم قال له استعطيه المدايات لزيدان وكذا وخليته الناس وبكى والله غير بكى. ايه علاش نشوف فيك تهضر على هاد لو بوان بالذات وحاسسك متاثر متاثر بزاف؟ وهكذا كنت لخو يعني ما ندمناش وكنت لخو كل واحد فينا ويمر الله هي في الحقيقة الله تعالى في عيد باش مازال ممكن بالك اللي نطلبوها احنا ثاني بصفة سيمبوليك يعني الكيسان تاع اللاعبين الفئات الصغيرة تاع المينيم وتاع الكاديو وتاع الجونيور هذا الكيسان هذو ما فيها بأس إذا كان عرض واحد من الفريق جبهة التحرير الوطني يحضر برك يحضر قال يا ودي اليوم راه نعطيو كذا كأس الجزائر المولودية ولا يعرضوا بنادم يديروا له قيمة وهكذا الشيء اللي يصدر في إذا كان باش عنده فرنسا عندها في كل حاجة اليوم الفرنساوي الكبير هو كيرو هذا ما كانش حاجة تستدار على الكرة الوطنية تاعهم ما يحضر باش تبقى ديما مربوطة الجينيراسيون هذه وهذه كان اللاعبين تاع فرنسا هذو بالك حتى اللاعبين تاعنا ما مش عارفين شكون واش هذا الفريق اللي جبت التحرير الوطني.